حصلت وزارة الصحة وللمرة الثالثة على الاعتماد الكندي لخدمات الرعاية الصحية الأولية، حيث تمكنت من تحقيق نسبة 99.1% من معايير الجودة المطلوبة للخدمات الصحية. جهود متواصلة وخدمات متميزة قدمتها وزارة الصحة عبر المراكز الصحية التابعة لها الموزعة على كافة مناطق البحرين، استطاعت من خلالها أن تحصل على الاعتماد الكندي بنسبة مبهرة بلغت 99.1%، وما هذا النجاح إلا نتيجة حتمية للجهود التي يبذلها العاملون في مجال الرعاية الأولية. الاعتماد الكندي هو عملية تقييم تقوم بها هيئة تقييم خارجية مستقلة لتقدير مدى توافق المنشأ الصحي مع معايير موضوعة مسبقاً من قبل الاعتماد الكندي. طبعاً الهدف الأساسي من الاعتماد الكندي هو تطوير أنظمة والإجراءات لتقديم وتحسين الخدمة الصحية للمراجعين. شهادات واعتمادات دولية وعالمية تحصدها البحرين بين فترة وأخرى بنسب نجاح عالية نتيجة للجهود المتواصلة المبذولة من جانب فريق العمل والكوادر الوطنية المؤهلة بالرعاية الأولية، والتي استحقته بجدارة هذا التقييم، والذي يؤكد مدى التزام المراكز الصحية بوزارة الصحة في المملكة بمواصلة العمل على تطبيق كافة الشروط المطلوبة لنيل هذا الاعتماد. البحرين الاعتماد الكندي أول شيء السمعة، إن إحنا سمعة البحرين تكون عالية، هاي رقم واحد. رقم اثنين، يزيد ثقة المراجع أو المواطن في المؤسسة الصحية اللي بيتعامل معاها. رقم ثلاثة، إحنا كأطباء وكمؤسسة صحية نشوف شنو النقص اللي عندنا، شنو اللي إحنا سويناه صح ونعززه، وشنو اللي احنا سويناه غلط ونراجعه ونعدله. فهذه كلها لتحسين يعني الهدف واحد، هي جودة الخدمات الصحية المقدمة للمراجع. احنا نطمح ان هي تكون 100%. هذا الإنجاز يضاف إلى سجل مملكة البحرين المتميز على صعيد تحقيق التغطية الصحية الشاملة لجميع أفراد المجتمع وكفاءة الخدمات الصحية والعلاجية واستدامتها. فريق عمل متكامل يضم ثلة من الكوادر الوطنية المؤهلة في مجال الرعاية الأولية بذلت قصارى جهدها لنيل الاعتماد الكندي، فكان لها ذلك. قولة لجرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.